أوفى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالوعد الذي قطعه على نفسه بتحقيق إنجاز كبير لمملكة البحرين في سباق شمال الولايات المتحدة الأمريكية للرجل الحديدي والذي أقيم في تكساس، حيث تمكن سموه من تحقيق المركز الأول ولقب السباق على فئته والتي حظيت بمشاركة كبيرة وواسعة من قبل مختلف لاعبي العالم لينهي سموه السباق البالغ 140 ميل فاصل 6 بزمن قياسي بلغ 9 ساعات و6 دقائق و52 جزء من الثانية. أهدى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الإنجاز الكبير الذي حققه سموه في سباق شمال الولايات المتحدة الأمريكية إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيرا سموه إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة من ثمار الدعم الكبير والمباشر من قبل جلالة الملك المفدى وحرص جلالته المتواصل على توفير كافة عوامل النجاح لأبنائه الرياضيين في مختلف الرياضات وخاصة رياضة الترايثلون التي باتت تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الرائدة على مختلف الأصعدة. أكد سموه بأن الإنجاز في تكساس وسط أكثر من 3000 مشارك يأتي تقديرا وعرفانا لجلالة الملك المفدى وردا لجميل جلالته لدعم هذه الرياضة والشباب البحريني بصورة خاصة، حيث أن هذا الدعم مثل الدافع الأكبر لكافة الرياضيين لتحقيق أبرز الإنجازات ورفع اسم البحرين عاليا وخفاقا في كافة المحافل، مشيرا سمو إلى أن جلالة الملك المفدى حريص على متابعة مشاركة الفريق البحريني للترايثلون في مختلف البطولات التي يشارك فيها بصورة مباشرة، الأمر الذي يشكل حافزا كبيرا لجميع أعضاء الفريق لتحقيق إنجازات جديدة باسم البحرين. كما أهدى سمو الإنجاز إلى سمو رئيس الوزراء وإلى سمو ولي العهد مشيدا بدعم سموهما للرياضة البحرينية ومتابعتها لكافة المشاركات الخارجية لفريق البحرين للترايثلون، وبين سمو أن الإنجاز الذي تحقق في تكساس هو بمثابة تعبيد التعريق للوصول إلى إنجاز جديد في بطولة العالم للرجل الحديدي والتي ستقام في كونا أكتوبر المقبل، مضيفا سمو أن الإنجاز في تكساس هو بداية الطريق نحو الوصول إلى مجد جديد وإنجاز رائع للرياضة البحرينية، والتحضيرات للبطولة العالمية ستتواصل ولن تتوقف إلا بإنجاز تاريخي رائع في بطولة العالم. أعرب سمو عن خالص تقديره لما بذله أفراد الفريق من جهود كبيرة في البطولة رغم اختلاف زمن المتسابقين، إلا أن إكمال أفراد الفريق للسباق هو إنجاز بحد ذاته نظرا لما يتطلب ذلك من جهود كبيرة، مشيرا سموه إلى أن الثقة الكبيرة في أعضاء الفريق كانت في محلها فقد كانوا بالفعل أبطالا تمكنوا من تأكيد مكانة رياضة الترايثلون البحرينية. ألف ألف مبروك لمملكة البحرين ولقائدها سيدي حضرة صاحب الجلالة وسيدي سمو ولي العهد وسيدي سمو رئيس الوزراء على لقب بطولة شمال أمريكا. هذا اللقب نلته ولله الحمد وبجدارة. المنافسة كانت شديدة من البداية، توقعت أنا الفوز لكن عرفت مثل ما قلت لك في الصبح خصمي كان قوي، لكن يعني كان يحتم علينا من هو ذاك اليوم يكون أجهز ومن هو اللي بيكون اندفاعه أكثر، فولله الحمد ولو أنه كانت أوقاته أقوى مني قدرت أن يتغلب عليه ببعيد وحافظ على هذا المستوى ويب هذا الإنجاز إلى مملكة البحرين. طول العمر بالنسبة للفول آيرون مان تابعت الريكورد اللي سجلته في فلوريدا وفي جنوب أفريقيا، اليوم أفضل زمن سواء في السباحة والدراجة والجري والمجموع العام. صحيح، الحمد لله على كل حال. أنا كان يعني أقوى وقت سويته قلت لك 10 ساعات وخمس دقائق سويته في أستراليا، لكن صار لي سنتين ما شاركت الفل لأنه كان يعني يطلب وقت وايد التدريب، فأنا كان يعني متمسك بوعدي أني أتأهل لبطولة العالم وأنجز إنجازي لبطولة العالم، فلازم أني أخوض مسافة الفل. والله الحمد يوميت أنا أمريكا دريت أني جاهز، دريت أني أقدر أدي وتمسكت بالخطة
على قولتهم when the body says go you say no، لأن من البداية كنت أحس أن فيني نشاط وكنت أبي أروح، ولكن أعرف أن المسافة طويلة جدا وتمالكت يعني مثل ما تقول حماسي والأعصاب، وقدرت يعني أمشي على أوقات صلبة وقوية لكن مو بضغط الزيادة عن اللزوم، فعرفت أن اللي حوالي كانوا تعبانين وقدرت أتمكن أني أنا أشرد عنهم في الجري ولو كنا احنا كلنا مع بعض في الدراجة. لكن يعني أنا اليوم الحقيقة ما أقدر أعبر عن أي شيء. يعني هل نقدر نقول it was your day اليوم؟ يعني أنا عرفت أن اليوم كان يومي، لأن كان خوفي الوحيد مو بالمسافة ولا المنافسة، كان خوفي الوحيد اللي هذا يصير ساعات ويا حتى المحترفين، أنك تبتدي السباق وتلقى روحك مو في الفورمة، لكن تدريباتنا وراحتنا واستفدنا من الأسبوع اللي جلسنا في أمريكا جينا للسباق جاهزين 110%. لكن في شيء بعد أبي أذكره توفيق، أنا قليل ما أهدي فوز وأقول أهدي إلى فلان وإلى فلان وعلان، لكن اليوم هذا اللقب لقب كبير، لقب يعني أنا نلت اليوم لله الحمد في مملكة البحرين بطل الشرق الأوسط، واليوم نلت لقب بطل أمريكا الشمالية. ما تتكرر هذه، ما تحصل كل مرة، ولكن يعني اللي كانوا خلفي خل التمارين خل الاستعداد وخل قوة الإرادة، جلالة الملك واتصال اليوم والوالدة الله يطول عمرها باتصالها المباشر ودعاويها بطريقة الأم يعني كلنا نعرف يعني شو اللي يصير، وأهلي وعيالي كلهم كانوا يتابعون، حتى العيال سهروا بفارق الوقت كانوا يبون يشوفون، كانوا ينتظرون يعني النهاية. هو أهم شيء شافوا النهاية الله يسلمك. هم قالوا لي أنا أدري كنت حاط في بالي، وخبرتني الوالدة قالت إذا تبي تهديني هدية بمناسبة معينة كانت مرت علينا عطني الفوز. فوالله العظيم إن اللفة الثانية حسيت بتعب، لكني حافظت على الجري طبعا. في الجري في اللفة الثانية حسيت بتعب، تعب شديد، لكن ضغطت على روحي، عطيت كل ما أملك من قوة. الله وفق اليوم وجبنا هذا الفوز اللي عادة يفوز بطولة أمريكا الشمالية، لأن مجمع أقوى المشاركين يكون حظه الأكبر إن شاء الله في بطولة العالم. هل ناصر بن حمد وجه رسالة قوية إلى كونا بأنه هو قادم وبإذن الله إنجاز هناك أيضا؟ كنت أقول لك نسبة الفوز بطولة العالم قبل هذا السباق 50%، الحين صعدت إلى 90%، أكون إن شاء الله بطل عالم الأيرون مان.